منها حبا فمنه يأكلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة معرفة قول، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة معرفة القول، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى، ووفقنا إلى حقيقة معرفة القول. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما